إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حينصرك ربنا، بس ما تكاتلش عشان نصر، لا، انت بتكاتل عشان الجنة. فانت بتقول ليش احنا والله بنخوض حرب؟ لأن ما عند الله خير للأبرار. وليش الشهداء بروحوا؟ لأن ما عند الله خير للأبرار. وليش الناس تقصف بيوتها؟ لأن ما عند الله خير للأبرار. وليش احنا بيفرض علينا حصار وبنتحمله؟ لأن ما عند الله خير للأبرار. هتقول طيب وين أنواع النصر السياسي والفكري؟ هيجي إن شاء الله، لكن في العلاقة بيننا وبين الله حقيقتها قائمة على إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا العقد الذي بيننا وبين الله، ما سوى ذلك خارج عن العقد، زائد عن العقد بيننا وبين الله. المحور الثالث وأختم به إن شاء الله، وأخرى تحبونها. إحنا بنقول يا أخواننا، هل مطلوب منا أن نرى النصر؟ بنقول لا، مطلوب منا أن نسهم في صناعته، فإن رأيناه بأعيننا فذلك من عاجل بشران، وإن اخترمتنا المنية دونه فقد أعذرنا أنفسنا إلى الله. لكن ربنا عالم بأحوالنا، إحنا كبشر بنحب أي إشي عاجل من الدنيا، بنحب نرى، هذا مركوز في فطرنا، نحب أن نرى ثمار أعمالنا. علم الله ذلك منا فاستجاب لنا وقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. في واقع الأمة اليوم تقلب نظرك بتلاقي والله بالفعل الذين كفروا تقلبوا في البلاد، ومش بس هيك، وظنوا أنهم قادرون عليها وعلى المؤمنين. أليس هذا هو الواقع؟ لكن في نفس الوقت بتلاقي أنه قبل سنتين أو ثلاثة صار في انسحاب لأمريكا من أفغانستان، وبتلاقي أنه في عالمنا للآن في كسر لأحادية أمريكا في التفرد في قيادة العالم، وبتلاقي والله أنه سياسة الردع عند العدو الصهيوني اليوم مش هي قبل 20 سنة، تآكلت وتآكلت جدا. كل هذا يا إخواننا من عاجل البشرى لنا في الدنيا قبل الآخرة، ويزيدنا يقينا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. لكن في سنن الله، بنقول سنن الله بتعمل بشكل متزامن، بشكل متزامن. ومن سنن الله التي تعمل بشكل متزامن تمحيص الله للمؤمنين ومحق الله للكافرين. هذه الجزئية وأختم بها إن شاء الله. ربنا في آل عمران قال وليمحص الله الذين ويمحق الكافرين. هاتان السنتان تعملان بشكل متزامن وجزئي متراكم. إيش تفسير هذا الكلام؟ تفسيره باختصار، بقدر ما يحصل لنا من التمحيص بقدر ما يحصل لأعدائنا من إيش؟ من المحق. هذا المحق انت شفته ولا ما شفتوش؟ في محق. انت ما شفتوش لقصور عندك او لتقصير في ادراكه، لكن هو واقع. واقع بقدر ما يحصل لنا من الابتلاء بقدر ما يحصل لأعدائنا من المحق. والنصر الأكبر الذي نرجوه يوما هو، يعني لو بدنا نقول بشغل الرياضيات، هو عبارة عن نصر جزئي متراكم. خلينا نجيب نموذج تطبيقي يا أخوانا، صلوا على النبي. متى أهلك الله فرعون؟ وقت إيش؟ ها؟ بعد ما طال. وقت إيش؟ فواحد بيقول لما دخل البحر وأطبق الله عليه البحر، مش هيك؟ فبيجي واحد تاني بيقول لا، أهلك الله فرعون يوم أن خلق موسى، أراد الله أن يهلك فرعون فخلق موسى ليهلك فرعون. وانت بتسأل حالك بين إهلاك فرعون وخلق موسى سنوات من اضطهاد موسى ومن معه، وسنوات من بلطجة فرعون ومن معه، مش هيك ولا لا؟ لكن تتويج إهلاك فرعون كان لما دخل البحر وربنا أغرقه يعني. طيب أنت بتسأل وقت إيش فتح أو حرر صلاح الدين بيت المقدس؟ إحنا بنقول يوم ولد صلاح الدين حرر بيت المقدس، مش في حطين، يوم ولد. لأنه النصر هذا محكوم بسنن، ومين اللي بده يحرر صلاح الدين؟ فربنا خلقه. متى انتشر الإسلام في جزيرة العرب؟ يوم خلق محمد صلى الله على محمد. وانت بتسأل حالك الفتح المبين زي فتح مكة،
اللي هو الفتح الأكبر والنصر الأعظم، فتح مكة يساوي هيك بلغة الرياضيات، يساوي بدر زائد أحد زائد الأحزاب، شيء كل لا، زائد بني النضير وبني قينقاع وخيب، زائد كل هذه يساوي فتح مكة. فاحنا بنقول يا أخوان النصر الأكبر الذي نأمله يوما لبلادنا هو نصر جزئي متراكم، يتوج يوما ما بالنصر الأكبر إن شاء الله تعالى.